واحد ما جاب دليل انه اخو رئيس الجمهوريه عنده علاقه بالفساد او انه كون هو امبراطوريه من المال العام. وهما كانوا يتفقوا معايا حول هذا الشيء انه حتى واحد ما قدر يجيب دليل. اما عن التوريث فهذا الشيء واحد اخر. انا ما تكلمتش عن التوريث في مانيش متفكره في الوطن، فقط قلت انه الجزائر جمهوريه ما هيش مملكه وما هيش اماره. هذا الشيء لا يمكن تصوره في بلادنا. انا في الواقع فيما يخص التوريث قلت انه التوريث من المستحيلات في الجزائر، لانه الجزائر ما هيش مصر، ولانه سعيد بوتفليقه ماهوش ولد عبد العزيز بوتفليقه، ولانه اصلا هذا المشروع غير موجود عنده فعلا، ولانه الشعب الجزائري ما يقبلش، ولانه الثوره الجزائريه يعني تحول دون هذا الشيء.